انا منى وهعمل لكم قالب اللحمه بحشو الجبنه الموتزاريلا من دومتي. عندنا كيلو من اللحمه المفرومه، يفضل ان هو يكون قليل الدسم علشان لما نسويه ما يبوظش شكل القالب. ده كوبايه من البقسماط المطحون. عندنا هنا بضايه واحده، تقريبا ربع كوبايه من البقدونس المفروم، معلقه جنزبيل مطحون، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من القرفه، ربع معلقه من جوزة الطيب مبشوره، معلقه بابريكا، معلقه من السبع بهارات، واخر حاجه عندي هنا الملح. انا هحط معلقه بس، اللي بيحب يزود الملح اكتر من كده ممكن يزوده شويه. بعد كده هنخلط المكونات دي كلها مع بعض كويس قوي. دلوقتي الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنجيب القالب بتاع الكيك وهنبدا ندهنه بشويه زيت. بعد كده هنبدا نجيب اللحمه بتاعتنا ونحط اول طبقه. كمان حاجه، احنا واحنا بنحط اللحمه هنعمل لها جوانب. هنبدا نرص شرايح الموتزاريلا بعد ما قطعناها موتزاريلا دومتي. بعد كده هنقفل على الجبنه. بعد ما جهزنا قالب اللحمه هنحطه في فرن سخن على 180 درجه لمده 20 دقيقه، وبعد كده هنطلعه ونحط عليه جزء من الصوص بتاعنا ونرجعه تاني يكمل سوا. اول حاجه عندي هنا دول كوبايتين كاتشب، معلقتين من السكر البني، معلقه من خل العنب الاحمر، ومعلقتين من الورشستر صوص، نص معلقه ملح، ونص معلقه فلفل اسود. طيب احنا سبناها تقريبا 20 دقيقه في الفرن، دلوقتي هنحط عليها جزء من الصوص وبعدين هنرجعها الفرن تاني حوالي 10 دقائق.